متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غادي نرجعوا فيه لمقاطعه سيدي بليوت مدينه الدار البيضاء، خاصه مع الطلب اللي تقدم به مجموعه من المنتخبين بضروره عقد دوره استثنائيه من اجل مناقشه بعض القضايا اللي تتعرف هذه المقاطعه. هذه المره غادي ناخذ وجهه نظر واحد من الناس اللي تتوجدوا في التحالف اللي تسير هذه المقاطعه وينتمي الى حزب الاستقلال. الامر يتعلق بالسي موسى سراج الدين، عضو مجلس مقاطعه سيدي بليوت مدينه الدار البيضاء عن حزب الاستقلال. سي موسى مرحبا بك. مرحبا، شكرا على الاستضافه. سي موسى، مجموعه من المنتخبين تاع مقاطعه سيدي بليوت تقدموا بطلب تاع عقد الدوره الاستثنائيه من اجل مناقشه بعض القضايا اللي تتعرف هذه المقاطعه، تيقولوا بانه لم يتم الاستجابه لهذا الطلب هذا. بالنسبه لك انت كواحد من التحالف، يعني حزب الاستقلال اللي يسير هذه المقاطعه تا هو الى جانب الاصاله والمعاصره وحزب التجمع الوطني الاحرار، كيفاش تفاعلتي مع هذا الطلب تاع عقد الدوره الاستثنائيه؟ بالاضافه للاحزاب ديال التحالف، هناك احزاب اخرى، كاين الاتحاد الدستوري والاتحاد الشراكي، حتى هما في التسيير، لان ما كايناش معارضه داخل مقاطعه سيدي بليوت، ولكن ما كايناش معارضه، ولكن الحزب التحالف هو الذي يسير المقاطعه. ملي كنهضروا على التحالف، لان القيم ديال التحالف هنايا ما كتعنيش اننا نصوت بنعم او بلا، يعني هنا حسب الواقع. ملي كنتكلموا على تحالف او كنتكلموا على تسيير داخل مقاطعه سيدي بليوت، كاين لا قانون، يعني انه ملي كطرح عندنا اشكاليات اللي هي اشكاليه، مثلا الى خدينا مثال بسيط، انه رئيس اللجنه اللي كيسمح له القانون انه باش يعقد واحد الدوره ديال هذه اللجنه هذه وما يتسمحش له ويتقال له بانه ممنوع، هنا ما يمكنش كنبقاو غاديين مجموعين في هذاك التحالف على اساس انه نطبعوا مع لا قانون. هاد المراسلات اللي وصلت، اذا انت دابا مع الناس اللي طالبوا الدوره الاستثنائيه، مع الناس اللي اغلبيه لانها اغلبيه، راه كنهضروا على 18 عضو من 30 عضو، لانها اغلبيه. الان الامور وصلت المراسلات الى السيد العامل، من بعد ما بدات كانت في المرات السابقه هي عباره على نقاط نضال، على اقتراح واحد النقاط في اطار جدول الاعمال في اطار الماده 40. الخطوات اللي غديروا ولا اللي غيديروا الناس اللي طالبوا بالدوره الاستثنائيه، يعني فسر لي كيفاش انتم في التحالف يعني وتتعقدوا دورة استثنائية، علما أن يقدر بإمكان غير التفاوض الحوار تطلبوا من رئيسة المقاطعة دير الدورة الاستثنائية. اللي كتقول لي كنطلبوا راه الطلبات داروا، لأنه كانوا ثلاثة النقاط ديال الاقتراح ديال نقطة في جدول الأعمال. في جدول الأعمال ديال الدورات فيهم دورة ديال، فيهم وحدة خاصة بالمساجد، فيهم وحدة خاصة بالمؤسسات اللي تبنات في برنامج إعادة الهيكلة، وكاين إعادة هيكلة الأسواق الجمعية التابعة لمقاطعة سيدي بليوط مع إعادة هيكلة البيع الجائلي. ملي ما كتوقعش الاستجابة عن طريق هذيك المراسلات، يعني المراسلة أن لأنه المادة كتعطيك أنه الثلث، من بعد زدنا ولينا في النصف زائد واحد، أكثر من هذا الآن عندنا أغلبية، ملي كنهضروا على 18 وكتبدا واحد العمليه اللي هو واحد الاجتهاد لا وجود له، وما كاينش نص قانون اللي كيتكلم عليه، هو كنسحبوا هذاك التدافع وهذاك الترافع من اجل الاستجابه للمطالب ديال الساكنه، هو اللي خلانا اننا نديروا هاد المجموعه هذه. نوصلوا اليوم في مراسلات ديال سلطه الحلول، اللي هاد المراسلات وصلوا لعند السيد العامل. يعني بما انك دابا الان انت من الناس اللي طالبين بهاد عقد الدوره الاستثنائيه، اشنو الخطوات اللي غديروا في حالتي لما استجبتش رئيسة للطلب هذا؟ الخطوات ان الى حدود يوم امس، يعني تم ارسال مراسلات الى يوم الاثنين السيد العامل، على اساس انه هنا في اطار السلطه ديال الحلول، يعني في الاطار الماده 76 في 113 14، وفي انتظار انه التدخل ديال السلطات، لانه يكفينا ان هذاك التدخل ديال السلطات خصنا نصلحوا الراب ونصلحوا هذا الشيء، لان هذا الشيء ماشي صلح، هذا الشيء هو شي حاجه سميتها لا قانون. وهذا الشيء كيجرنا لواحد الجانب واحد اخر، هو انه ممكن اليوم نتكلموا على هذا القانون التنظيمي 113 14، نقول اليوم انه استنفد الوقت ديالو، يعني ملي كنهضروا على 2015 الوضعيه ديال 2015، اليوم حتى المشرع يجب ان يتدخل لتغيير هذا القانون، لانه بدينا كنشوفوا مجموعه من الوسائل انه التحكم ديال الرؤساء في التسيير،
وعدم ترك الفرصة لهذا التحالف. من الأصوات ليست داعية على تعديل تاع القانون التنظيمي. تعديل ديال القانون. أنا أتوجه إلى المشرع بأنه توقع واحد التغيير ديال القانون. لأن البعض تمشي أبعد يقولك وكان هذا طالب قبل من انتخابات الجماعية تاع 2021 وأن تقسيم الدار البيضاء خصي يتعاود فيها النظر، مابقاش هاد وحدات المدينة وتخش 16 مقاطعة، بالعكس أن الدار البيضاء تقسم إلى ثلاث إلا بغيتي تقول ثلاث وحدات وتكون يعني رجع هذاك الجماعات رجع للسلطة الجماعات الحضارية. ممكن هذا رأيي، هذا رأيي لأنه شنو كنشوفوا دابا 16 مقاطعة اللي كيطلب أنه مادام أنه عندي تحالف كيتخصني نبقى غادي في واحد التوجه. تحالف لا يعني التصويت بنعم عندما تكون اشياء غير قانونيه، يعني ملي كنقول اشياء غير قانونيه كاينه اداره الان ما يمكنش اشياء قانونيه تعرض اصلا على على لا كاين اشياء غير قانونيه لانه شنو اللي كيوقع باش سالينا بمجموعه من التدخلات اللي دار لهم دابا باش ساليناها سالينا خصنا نديروا عشاء هنا نديروا غدا هنا كيفاش هذا الوضع هذا كيتخصو يتحيد كيفاش عشاء النهضه يعني وقع في مجموعه من المقاطعات مثلا ملي كنهضروا على ما حدث في مقاطعه عين الشق فهمتي يعني انه هذيك الجوله مثلا اللي دارت العمده خصني نتكلم مع التحالف هنا ونتكلم مع التحالف هنا على تهضر على الجولات اللي دارت الجولات اليوم داخل مقاطعه سيدي بليوط كاين واحد التدافع وواحد الترافع من اجل فرض القانون لانه احنا هاد 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 الخروج ديالنا اليوم الاعلام الخروج ديالنا بهاد المراسلات طرق الباب ديال 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 العماله يعني نتمنى من السيد عامل عماله مقاطعه الدار البيضاء ان يحدو ما قام به السيد ولي ولايه الدار البيضاء عندما اعاد ميزانيه الدار البيضاء الى 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 تصويت ثاني لما لا وحنا كانت عندنا واحد النقطه اللي افاضت الكاس علاش دخل السلطه لان الذي دور لا لانه هذا قانون لانه القانون القانون كاين سلطه الحلول في اطار الماده 76 113 14 راه مشكلتنا هو في هذا القانون التنظيمي مشكلتنا في القانون التنظيمي لهذا اليوم نحن كاصوات يعني نطرق باب المشرع انه باش يحدث واحد التغيير نحن مقبلين على الانتخابات لانه دابا عندنا جوج ديال الميزانيات او ديال المخصصات الماليه اللي دازت فيها تسيير ديال الاداره يعني تسيير ديال الاداره ما فيهاش هذيك اللمسه داخل مقاطعتنا داخل مقاطعه سيدي بليوط وهذا الشيء راه ماشي غير اليوم خرجنا الاعلام يمكن الرجوع الى محاضر الدورات وقلنا بانه كفى من هذاك التسيير لانه عندنا واحد الجزء من الاداره حاولنا ما امكن اننا نمشيو معاهم في هذاك الطريق ولكن ما كايناش اللمسه ديال السياسي كاين تدخلات مع تدخلات ديال الاداره في التسيير لانه ملي كنقول اداره داخل المقاطعه هذه الاداره هذه كيتخصها تطبق القرارات او الرؤيه ديال السياسي هي اللي كتطبقها ما يمكنش يقرر السياسي يكون تابع ما يمكنش السياسي هو اللي كيتبع الاداره الاداره كتجي كتفصل ليا مثلا داك المخصص المعني على حساب الطريقه باش كنت كتفصلوا هذه سنوات واخا واحد المشكل اللي تيهم الناس تاع سيدي بليوط ربما المواطن اللي تاع سيدي بليوط ما تيهمهمش هذا الصراع اللي كاين بيناتكم لا ماشي صراع هذا ماشي صراع ولكن اللي تيهم المجموعه من السكان تاع سيدي بليوط هو داك المشكل تاع الديور الاليه للسقوط يعني انتم كمقاطعه الان تقريبا سنه على الوجود ديالكم في التسيير اش دار في هذا ما هو الجديد في هذه القضيه هذه؟ الجديد في هذه القضيه هذا اختصاص ديال السلطه لانه في القانون لكن انتم كمنتخبين في القانون ديال التعمير في القانون ديال التعمير بالنسبه لنا داخل مقاطعه سيدي بليوط يعني انه كانت عندنا دوره تم القاء واحد العرض خاص باشكاليه ديال الدور الاليه للسقوط كتعرف انه هذا اختصاص موكول الى السلطه عندنا جوج المشاريع كاين مشروع ديال المحج الملكي اللي هو الحدود الان راه الطريق ديالو مكلفه به شركه كيبقى الدور ديالنا حنايا فقط هو التبليغ او التوقيع على القرارات ديال الهدم وديال الاخلاء في ظل عدم وجود واحد الوعاء عقاري لانه هذاك الوعاء العقاري هو باش كيمكن لي نزرع وهذا الشيء نبهنا ليه في احد الدورات اللي كانت حاضره معنا في شركه صونداك وعندنا مشروع ثاني اللي هو برنامج ديال اعاده هيكله المدينه القديمه اللي كتكلف به الوكاله الحضريه ومن هنا كيجرنا انه بلقاءاتنا مع الساكنه وهذا طالبنا بعقد دوره باضافه نقطه في دوره استثنائيه من اجل باش نشوفوا هذه المشاريع اللي توضعات للساكنه ديال المدينه القديمه واليوم كنشوفوا بانه فيها ناس خارج المدينه القديمه وكاين اللي مازال فيها مغلق
من أجل دراسة كيفية الاستفادة منها حتى تعود بالنفع كما أراد جلالة الملك وكما خطط له الوكالة الحضرية باش أنه تعود بالنفع على ساكنات المدينة القديمة. هذا هو اللي خلانا اليوم اللي كنخرجوا للإعلام وغادي نطرقوا جميع الأبواب، لأنه بما فيها الباب ديال السلطة بما فيها الباب ديال السلطات المركزية، على أساس أنه لأن احنا متبوعين بطلبات ديال المواطنين وكيتخصها تنفذ. سي موسى شكرا جزيلا على قبول الدعوة وشكرا على التوضيحات هذه. متتبعي قناة الفاس بريس، إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.